أهلا بكم من جديد. واصلت مملكة البحرين تحقيق النمو المتوازن عبر اقتصادها المتنوع، حيث حققت نموا اقتصاديا مدفوعا بالقطاع الاقتصادي غير النفطي، وذلك في الربع الثالث من عام 2018 الماضي. وقد أشار التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشره مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن إعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي تعزز الثقة وتسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع في المنطقة. وقد أوضح التقرير الاقتصادي الفصلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، والذي بلغ نسبة 1.6% في الربع الثالث، كان مدعوما بالتوسع في قطاعي الأعمال الإنشائية والتصنيع، فضلا عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية، حيث شهدت المشاريع المدعومة من صندوق التنمية الخليجي نموا ملحوظا، وذلك من خلال زيادة الإجمالي التراكمي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بنسبة 16.3% على أساس سنوي. اجتازت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التدقيق الخارجي الذي تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة للشهادة لإدارات قطاعي شؤون الصناعة والتجارة بالوزارة، وذلك خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تجديد شهادة الوزارة لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001 بنجاح. وتعد شهادة نظام الجودة أيزو 9001 من الشهادات التي تسعى معظم الجهات للحصول عليها، لما لها من أهمية في تحسين سمعة المنشأة من خلال ما تفرضه مواصفات الجودة من البحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العميل وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة، فضلا عن التوثيق الفاعل والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها. عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس الإدارة. وقد سلط الاجتماع الضوء على مجمل تطورات سير العمل وإنجازات المعهد التي حققتها المراكز المتخصصة، مركزا على استراتيجية خدمة القطاع المصرفي والمالي من خلال قيمة وجودة برامج التدريب التي يقدمها المعهد. كما ناقشت الإدارة زيادة إجمالي المنتسبين للمعهد، مما يعكس ارتفاع عدد الموظفين البحرينيين الذين يحصلون على التدريب اللازم. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. والآن مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بارتفاع بنسبة 0.44% عند مستوى 1403 نقاط، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 3,782,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 974,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 72 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فقد شهدت ارتفاعا جماعيا بدعم من تقدم قطاع البنوك القيادية بعد إعلانها عن توزيعات نقدية في الفترة الماضية. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 1.21% بإقفال عند مستوى 8623 نقطة، وذلك عائد بشكل رئيسي لارتفاع قطاع البنوك وأيضا المواد الأساسية.
مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.47% بإقفال عند مستوى 5451 نقطة، وذلك بتقدم 10 قطاعات وعلى رأسهم قطاع التكنولوجيا. ننتقل إلى الأسواق الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.18% بإقفال عند مستوى 5137 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك التجارية. سوق دبي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.54% بإقفال عند مستوى 2542 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشري العقارات وأيضا الاستثمار. أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت على ارتفاع بنسبة طفيفة بنسبة 0.07% بإقفال عند مستوى 4169 نقطة، وذلك بدعم من تقدم الأسهم القيادية بالبورصة. قالت شركة دبي الجنوب إنها تستهدف إنفاق ملياري درهم لبناء مدينة تجارة إلكترونية حرة تتيح للشركات الأجنبية الملكية الكاملة. وقالت شركة التطوير الحكومية إن منطقة التجارة الحرة الجديدة إيزي دبي التي ستقام على مساحة 920 ألف متر مربع تستهدف جذب الاستثمارات في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وقطاعات أخرى ذات صلة، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ البناء خلال العام الجاري 2019. وستقع إيزي دبي في جنوب الإمارة بالقرب من مشاريع صناعية وسكنية ومطار دبي الثاني مطار المكتوم الدولي. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. منصة للعملات الرقمية تتعرض إلى خسائر تقدر ب 190 مليون دولار بسبب وفاة رئيسها الذي يمتلك كلمة السر إلى موقع الشركة. أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار لمصر بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. ودفع الصندوق نحو 10 مليارات دولار منذ نوفمبر عام 2016 عندما حصلت السلطات المصرية على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلنت في 25 من يناير أن الصندوق مهد الطريق للموافقة على دفع شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض المخصص لمصر، وأنها ستوصي بالموافقة على دفع هذه الشريحة المؤجلة منذ الخريف. ما زالت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في أنقرة تؤثر سلبا على المواطن التركي حتى بعد التخفيضات الضريبية التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أسعار الوقود والسلع الرئيسية. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 31% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ عام 2014. هذا وقد كانت توقعات البنك المركزي التركي تشير إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 13% فقط في العام الماضي، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 20% في يناير الماضي. تكثف الصين جهودها لإقرار قانون حول الاستثمارات الأجنبية استجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد التجارة، لكن بعض الشركات تبدي مخاوف حيال هذا التسرع. وفي حال تم اعتماد القانون الجديد لن تعود الشركات الأجنبية ملزمة بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين، كما أنه سيؤمن المزيد من التكافؤ بين الشركات المحلية والشركات الدولية، وهو ما يطالب به الأمريكيون منذ وقت طويل. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على القانون خلال شهر مارس القادم. وجه بنك جي بي مورغان تشيس رسالة إلى المستثمرين مفادها عدم انتظار قيام المحللين بتحديث رؤيتهم بشأن أرباح الشركات قبل شراء الأسهم، حيث أن التاريخ يشير إلى أن التوقعات يمكن أن تتخلف عن السوق بنحو عام تقريبا. وقال البنك الاستثماري في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية
إنه بالنظر لعام 2016 عندما وصل السوق إلى القاع في شهر فبراير، فإن مراجعات أرباح الشركات لم تتحول للجانب الإيجابي حتى نهاية العام نفسه. وبحسب المذكرة فإنه من المتوقع أن تتمكن الأسهم من تحقيق ارتفاعات جيدة خلال الدورة الاقتصادية الحالية قبل بدء مرحلة الركود الاقتصادي القادمة. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، تعرضت واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في كندا إلى خسائر تقدر بما يعادل 190 مليون دولار بسبب وفاة شخص واحد يحتفظ بكلمة السر الكفيلة وحدها بالدخول إلى محفظة التخزين بموقع الشركة. ففي شهر ديسمبر الماضي أعلن توفي رجل الأعمال الكندي جيرالد كوتون، رئيس ومؤسس شركة كواد ريغا للعملات الرقمية، والذي ترك أعدادا هائلة من العملات الرقمية دون معرفة كيفية الوصول لها أو أصحابها، والتي تقدر قيمتها ب 190 مليون دولار. وتحتوي محفظة التخزين بموقع الشركة اسم كل عميل ورقم حسابه وكمية العملات الرقمية التي يملكها.